سلام صحابتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف. كي غاديين مع شي صوت؟ فين مدوزين الصيف ديالكم؟ اليوم البنات كتعجله غنشارك معكم واحد الفيديو هو باش كنت بديت في القناه، هو الفيديو ديال مشترياتي من التخفيضات. المهم قديت البنات من التخفيضات ديال هنا في اسبانيا، وقلت علاش لا نشارك معكم اش لقيت. صراحه البنات هاد المره يعني نقدروا نسميوها ان مشيت نشري الحوايج من الرباخات ولا من التخفيضات. غنفكر في الكلمه من التخفيضات، يعني استحقوا هذا اللقب هذا، لانه شحال صراحه الله مؤخرا كنمشي ما كنلقاش حاجه تستحق تكون ناقصين 2-3 اورو. دابا سي كنبغي خديت الحاجات بثمن جد مناسب ويستحقوا انهم يكونوا زعما نقولوا راه تخفيضات. اذا انا غنشارك معكم اش خديت، وكنتمنى يا ربي يكون عجبكم يعني هذا الذوق ديالي. وهذا الشيء البنات خديته غير هذه السيمانه، لهذا مشيت راه تلقاو 100%. ونتلقاو شي حاجه من هذا الشيء اللي وريتكم. ما عرفتش نبدا من زارا، بريمارك، ولا اتش ام ولا سبرينتر، يمكن غنبدا من بريمارك لان هي اللي كنت منها يمكن اقل حاجه هي سبرينتر. عارف ندوز داك الشيء الاخر، غنبدا بريمارك البنات. المهم ملي تمشيو البنات في التخفيضات اخر تين دخلوا لها هي بريمارك، لان بريمارك على مدار العام تيبقاو يبدلوا وكيخرجوا شي حوايج كينقصلهم. يعني اما في التخفيضات ما كتلقاوش تقريبا حتى شي حاجه مقارنه مع المحلات الاخرين، يعني في الايامات العاديه تقدروا تلقاو في التخفيضات الاغلبيه ما تلقاو والو. قلت لبنتي الصغيره هاد الكسيو هادي اللي كيجيو فيها البنات هادو مطروزين، شوفوا يعني صراحه الله الجوده ديالها واعره، كتجي بحال الشكل ديال لولان غليظ شويه ولا لينو، زوينه في اللبسه وكتجي بحال ستيل ديال زارا، شفتوا يعني زوينه عجبتني بزاف. وكان عندنا الثمن ديالها في 15 وخديتها ب 7 الى عقلي ينفعني، المهم كنقصي لها نص الثمن. صراحه زوينه هاد الكسيو، تلبسوها لبنياتكم مع صنادله وهي اللبسه واجده صراحه غزال عجبتني بزاف. وخديت لها هذا المونو هذا اللي كيجي بحال هكا، هانتوما كيجي بيض وداخل فيه بحال فوشيا، شفتوا هذا راه مونو يعني الشويرات لاصق مع هذا. حتى هي كسيوه كامله خصها غير صنادله وصافي. كاتبين البنات 10 اورو، مي انا خديتها يمكن واش ب 5 اورو ولا يمكن نص الثمن، معقلتش صراحه الله لانه مكتبينش هنايا الثمن ديال الوفيرتا. ميسي خديتها ناقصين لها، يمكن لا خديتها كنت خديت بلا تخفيضات بلا والو، هما 12 العاديين وبعدين اللين، ولكن عجبني يمكن شويه كبار وبقى كتبين لنا عامين 2 سنين. خديتهم ب 3.50 اورو، كيجيو 10 صراحه مزيان، كيديو واحد المده ديالو وكتبدلو معاه ثاني. وخديت لدانيا نجرب ليها هادو اللي دايرين 4 اورو كيجيو غير 5 سي اللي كيجيو بحال هكا، شفتو فيهم اللوينات هنايا، نجرب هادو واش غادي يصبروا ليها اكثر من الاخرين. وخديت هاد الصنداله هادي صراحه طلع حمقاتني، هادي البنات ما كايناش في الرباخه، يمكن ما عقلتش خديتها 15 ولا 18، المهم كاينه 15 لانه ما كانوش ناقصي لها، ولكن عجبتني بزاف. كنت نقلب على صنادلات بحال هادو اللي يكونوا سامبل، وملي لقيت هاد الموديل عجبني بزاف. شوفوا كيفاش داير، سمحوا لي كما انتم راه لبستها يعني كي جيت لغديه لبستها، يعني لبستها دابا 3 ايام وانا كنلبسها غير هي صراحه بقيت راحتي فيها، جاتني كتجي مع كلشي، يعني تقدروا تلبسوها مع لبسه عاديه وتقدروا تلبسوها حتى مع لبسه هكا شويه كلاس. انا عجبتني وجاتني مريحه وزوينه. لفتيت نسيت ما قلتش لكم، لفتيت البنات خديت هاد الشويرك هذا، صح طلع لفتيت بليا فيها الرباخه بزاف، ولكن خصها بوحده ساعتين ثلاثه، خصوصا لفتيت اللي عندنا في سنتر كوميرسيال اللي مشيت ليه كبيره، وبالي صح طلع كنشوف حمراء زعما راه ناقصين وداك الشيء بزاف ديال البلايص، ولكن خص الوقت. وانا كنت صافي بقى ربع ساعه في سنتر كوميرسيال، لهذا ما مشيت خديت غير لاين هاد الشويرك هذا باش تبدل بيه وصافي حتى المره اخرى ونمشي. هذا البنات كان داير 8 اورو وداروا لي 6 اورو، يعني ناقص 2 اورو، مي كاين حاجه اخرى خص غير تمشي وتقلب. شوفوا زوين البنات، والجين ديالو رطيب لهاد الصيف. ودابا ندوزو البنات الاتش ام اي، صراحه البنات اتش ام اي بالنسبه للبنات اللي كديروا الحجاب ولا اللي كتلبسوا المستور، سيروا دابا في الاوفرتاس لحقاش صراحه طلب لا اوفرتاس شي مرات كيزيدوا فيه، يعني قبيجه بحال هذه كيديروا لها 30 اورو وفي الاوفرتاس تديوها بقل. مثلا شوفوا هذه البنات ديال اللولان، عرفتوا واعره كتحمق، دابا تفكرت وحده كنت لابسه حار نمشي نجيب هذه باش نوريها لكم. المهم هذه الاولاد ديالها طايح وزوين، على هذه اللي غنوريكم صراحه الله. شوفوا البنات لحقاش كاين واحد الاولاد حرش، هذا اللي خديت انا غنوري لكم حر شويه. المهم شوفوا الكمام ديالها، المهم كتبان مبرده، والوين كما كتعرفوا هذا الدوب كيجي مع كل شيء، تقدروا تناسقوا بزاف ديال الحاجات. والطول ديالها يعني جا ما طويلاش بزاف، يعني مستوره، غنحطها بحال هكا ما نسمعش تعرفوا كيفاش كتجي. المهم زوينه ان شاء الله، اكيد هادشي اللي درت شي تنسق وهذا، واخا مابقاش كنحط لكم تصاور بزاف، مي الا درت شي تنسق ان شاء الله غنشاركوا معكم في انستغرام. شوفوا البنات هذه كانت دايره 26 اورو رجعوها ب 18، وانا ديتها ب 8 اورو، يعني اخر بحال اللي قلتو الاوفرتا الاخرى. وخديت انا طي اكس ال لانه كيعجبوني كما قلت لكم، يجوني اوفر سايز باش نرتاح فيهم. صراحه انا بالنسبه لي هذه هميزه، وكما قلت لكم شريوه دابا في الاوفرتاس لانه تقدروا مثلا الثمن ديال القميجه تشريو ثلاثه ولا اربعه. وخديت البنات حتى هذه ديال لينو، شوفوا البنات هذه طويله بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم طويل بزاف، وهذه طويله كما قلت لكم ان شاء الله درت شي تنسيق راه غنشاركو معكم في انستغرام. صراحه زوينه كما قلت لكم، هانتوما صالتها زوينه. وهذه البنات كنديرها 30 اورو وداروا لها 18 وانا خديتها ب 14 اورو صراحه، يمكن لا عقلي ينفعني، كانوا كاتبين 14 فاش دوزات عليا بالكاخه كانت ناقصه، كنظل دايره 10
ولا 97 بحال الاخرى ما عقلتش وحده في هذه ولا الاخرى اللي كان يعني كان الثمن بحال اللي قلتو هذا ومن بعد كان ناقص 3 اورو. انا غنوريكم الاخرى، هذه هي القميجه الاخرى البنات كما كتشوفوا جات بلونكاسي وجاو فيها الخطوطه بالكحل، تقدروا تناسقوها مع سوا الكحل مع سوا البياض مع سوا الجين مع كلشي صراحه الله. هذه البيت غنظن خديتها ب 10 ب 8 المهم كلهم يمكن حتى وحده فيهم لقيتها 10 اورو، يعني تقدروا تاخذوا ثلاثه القميجات بثمن وحده. وهذه هي كانت دايره 30 اورو وخديتها بداك الثمن صراحه زوينه. شوفوا البنات هذه الطاي ديالها عرفتي اللبسه كتبان زوينه، غير هي شويه كما قلت لكم اللولان ديالها حرش، هي وهذه هي والكحله على هذه. هذه الصراحه اللولان ديالها واعر من غير لا تصبن وتبدل. المهم هادو شويه حرش ولكن مع ذلك بالنسبه للصيف زوينين مقارنه مع التواب اخرين. المهم اتش ام اي سيرو بنات خذوا شويه بقا لا بغيتو الاولى هاد العام كاين. وخديت هاد السروال هذا اللي فايت لي خديت لحقاش مشيت لاوبيرتاس قبل ما يصافي ما وريتكم والو، داز الوقت صافي لبسنا داك الشيء وما وريتكم حتى شي حاجه. خديت بحال هذا راح حطيت لكم التصويره في انستغرام شفتو دابا تلقاوها بالبرد ميليتار بحال هذا خديته، جبتو ديك الساعه يمكن واش ب 17 اورو ولا مع 18 حتى هو كان ناقصين ميمشي بحال دابا. دابا هذا كان داير 26 وخديته ب 14 ناقص شويه على المره اللي فات وشوفوا كيفاش داير البنات. هذا دابا تنقدر ندير تنسيق مع القميجه اللي وريتكم قبل، مي القميجه طويله بزاف نلحق دابا نشوف كيفاش غتجي لي عجبني التنسيق غيجي بحال شي كونفوندو سينو مع مثلا هادي مع هاد السروال. انا خديتو البنات راه خديت الطايه اكس اكس ال يعني غيجي فضفاض شتو هالولان ديالو كيفاش داير. المهم كيحب القلب كيما قلت لكم السروال سروال سامبل مي مريح ويجيكم ساهل في التنسيق. انا الصراحه في الصيف قولوا لي كنت بحالي كنقلب على اسهل حاجه، تخيلوا البنات اللي نبقى لكم في حياتي ونلصق هادي مع هادي ما كنتش مرات كان انا اللي خارجه لانه الصهد الصهد البنات ونصاب وكانت عندنا الدار كامله البنات فيها الكليمه. اوكي انت تلبسي على خاطرك مي عرفتي مع الصهد البنات راه انا بعدا كنبدا نلبس صافي كان شي مرات كنقول صافي ما خصنيش ما بغيتش بقيت بغيت نخرج والله العظيم حتى كنخرج كنقول مينوس مال ما بقيتش في الدار، يعني تيضربني الغريبي ديال برا عاد باش كنقول مزيان مزيان ملي نخرج تقول لي حتى نتوما بحالي. بنتي الصغيره خديت لها هاد الريبيكا هادي كما كتعرفوا هادو كينفعوا هكا فاش يلاه كيدخل البرد وفاش كيبغي يمشي للبرد تلبسهم هكا شي حاجه فورمال ما عرفتش عيد ميلاد غادي نمشي خريجه. وهذه البنات كانت 10 وخديتها بربعة يعني تمام زوين. وخديت لها قبيه البنات لقيتو قبيات بالكريل لوليداتكم ولا بنياتكم خذوهم لانه كينفعوا في المدرسه كينفعوا بزاف كيجيو ساهلين في التنسيق كيحد فيهم ديك الايامات اللي كيكون يلاه بدا البرد. المهم انا ديما قبيه بالكري ضروري ملي كيكون عندنا شي وحده ولا جوج لحقاش كينفعوا تيجيو زوينين مع جميع الالوان. هذه البنات كانت ب 13 اورو وانا خديتها ب 4 شوفوا قبيه سامبل انا ما كنتش كون لقيتها بسنسله مي ما لقيتهاش كنت ناخذ ليها هاري تلقى وحده بسنسله وقيت المدرسه مع واحد ليغينز وصافي هي اللبسه كامله. وكما قلت لكم في الايامات دخول مدرسه كيكون الصباح في البرد في الصباح كتلبسي هكا فوق الحاجه من بعد في المدرسه راه كيحيدوها ملي كيجيو من الصال. ودزت لدروني البنات خديت هاد الشامبو نجربو العين كان ناقص ليها بواحد ديال الوالده ولا والد والده يمكن سميتها. المهم غنبدا نغسل ليها بهذا نجربو وخديت العطر سالا ليا دابا نبداو بزارا داكشي خديت لبنياتي ومن بعد نوريكم شحال خديت لراسي. هذا ليال صغيوره اللي عندها دابا كملت 3 سنين كيجي يستي هكا اوفر سايد عادي لوينات مع شويرات بحال جين زرق جين بيض. المهم يجي مع كلشي كما كتشوفو توب ديالو شويه غليظ المهم زويون صراحه الله. وهذا البنات هو خديته ب 3 اورو البنتي ديال 9 سنين دانيا خديت لها هذا شوفوا البنات شحال زوين شفتو جاني شانيل في بالي ما عرفتش علاش على الورده يمكن. المهم كيبان زوين شوفوا هنايا ديز الخياطه بالابيض وهاد الوريده عطيه واحد تقدر تلبسيها لا مع شي فالده تبان شويه كلاس تقدر تلبس مع شورت هكا نهار على نهار زوين صراحه الله. هذا هو خديته ب 3 اورو وكان داير ما عرفت حقاش مغطي الاثمنه من نورمالمون هادي تكون داير 7 6 على حسب. هذا هو دانيا البنات شوفوا شحال زوين هذا اخترته دانيا انا مكتوبه ناخذو لالا قلت لها سخون هذا خليته من بعد ناخذو لك الا كان مي عجبك صافي خودي تيبدي يسخن الحال وهو عندك. المهم تاهو التوب ديالو واعر كيحمق انا اللون صراحه ما عجبنيش مي بنتي عجبها لهذا الاختيار ديالها هي. هذا دافي البنات تيبرد شويه الحال وهذا البنات كندير 26 اورو وانا خديته ب 6 اورو شتي بحال هادي دابا كنسميوها تخفيض. خديت لبنات هاد الشورت هذا الا لقيتوه خذوا لبنياتكم خصوصا الا كانوا بنياتكم يعني الشورت كيجيهم مثلا من هنا هو هذاك ومن هنا كتبقى حلو يا ميجيهم صغير يا ما كبير هذا خذوه عرفتوا علاش هذا مثلا جات هو هذاك ميجا كبير من هنايا ولكن شوفوا شنو فيه انا غير شفت فيه هذا ولا ناخذوا ليها فيه هاد سبتي باش كتزيروه صراحه شي حاجه اللي طوب ولا يكون فيهم البلاصه اللي كتزيرو من هنا مشكل بنيته ديال 9 سنين اغلبيه ما كيديرش فيهم ديك القضيه لهذا شوفوا اللي فيهم هذا وكما قلت لكم هذا الجين شوفوا على الوين شحال زوين
الستيل ديالو واعر فيه جويبات وداكشي. المهم زويون بنيتات وما جاش قصير بزاف، اللبسه كيجي زويون. والنت هذا الا قلتلكم خديته غير 3 اورو 99، يعني الثمن جد مناسب باش يكون جين وبهذه الجوده هذه، الثمن جد جد مناسب. ليها مع هذا الطوب هذا اللي ما بغاتوش بنتي في الاول، الناس قلتوا ليها معاه الطوب هذا بنتي في الاول ما بغاتوش، بغات الصفر قلت لها صافي انا خدي الصفر وخدي حتى هذا ماشي مشكل. والصراحه طلع فاش لبستها حمقها، الناس قلتوا ليها معاه هاد الشروط، عرفتوا كي جات اللبسه كتحمق البنات بصنيضيره لبسه قويه ولا بذهبي، كتجي اللبسه واعره 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 لهذا الصيف. شوفوا هذا واخا تيبان الطوب جا بنتي انا طويل مع الشورت هو طالع ما كتبان لا كرش لا حتى شي حاجه. وشوفوا هنا كيفاش جا، المهم التوب ديالو كيحمق البنات رطيب ومدوبلي. المهم زوين بزاف صراحه هذا الطوب هذا، التوب ديالو حمقني يمكن 3.99. قلت لهاد الكونفونتو هذا البنات ولا هاد، خديت للبنات هاد الكونفونتو ولا هاد الطقم هذا اللي كيجي بحال شكل ديال التنس، المهم كيجي البولو بحال هكا. شوفوا اللوين البنات كيحمق واحد الكريم مغلوق وكتجي معاه الصايه ديالو، الصايه كتجي بحال هكا طويله ما قصيرهش البنات، غير هو اللي ما عجبنيش فيها جات فيها هذه كتهز بحال هكا، كيبقى يبان هنا من التوب، ولكن مع ذلك ما من الاحسن يمكن غنخيطها ونوض نايضه، دارت خياطه خيطه ليا ونوض نايضه. الطول ديالها معقول صراحه الله يعني طويله ماشي جات قصيصره، والثمن ديالو كان جد مناسب وكان باللوان البنات خديتها انت كان هانتو البنات هادو كانوا دايرين 20 اورو وخديتهم ليها 6 اورو، يعني كوخونت بجوج 6 اورو. البولو غنلبسو ليها مع حاجه اخرى، نقدر نلبسو مع بعضياتهم صايت هي مع حاجه اخرى. المهم واحد الكونفونتي الثمن ديالو جد جد مناسب. خديت لبنتي صغيره صنيديله اللي بحالك تفيتها واخده الدانيه، بنتي الكبيره ملي كانت هي صغيره من زهره كيديروهم يمكن كل عام. المهم هادو البنات هما ناقصين اليوم داير لهم 13 اورو 12.99 كما كتشوفوا، راه لبستها ليها لبستها ليها مع الكسيوه اللي خديت لها في بريمارك. لو بغيتي تشوفوا التصويره دخلوا شوفوا على الانستغرام، صراحه اللبسه كتجي كتحمق. بنتي الكبيره خديت لها هاد القبيه هادي كتجي بحال هكا، صراحه ما كرهتش تكون فيها القب ولكن ما فيهاش اللون كيحمق، شفتي واحد الخضر زويون. وهادي البنات كنديرها 13 وخديتها ب 6 اورو. غير خديت لها هذا اللي داير 3 اورو كندير هذا، شوفوا البنات كيفاش فيها الطريزات، خديتهم لها شويه كبار لان ما لقيتش 3 سنين خديت لها 4 سنين. هذا هو 3 اورو كان داير 7 اورو، حتى هذا حتى هو كان داير يمكن 8 اورو خديت له ب 3 اورو، شوف هذا كان داير 10 اورو خديت له هو ب 3 اورو 99. وبنتي الكبيره خديت لها ثاني هذا كيجي ستيل اوفر سايز، واحد اللون جا بحال بحال نيود على غوز بارد، تقريبا 9 اورو خديت له ب 3 اورو. الثوب ديالو زوين غليت شويه ومستيلي. ديك البنت الصغيره هذا البنات يمكن لها كيقول ليه الكروشي ولا مخدومه بالكروشي ما عرفش، صحوا لي الغلط. عجبتني الصنيديله بنفس الماتيريال ولكن ما لقيتش الطايه ديالها، وكنت ناخذ ليها الصباط ونوض نايضه. صراحه الماتيريال ديالو واعر طيب طب البنيات، غيكون مريح ليهم صراحه الله لا من هنايا لا من هنا صراحه الله. ومهم عجبني بزاف، يجي مع كسيوات مع هكا لبيسات وفي نفس الوقت مريح وبارد ليهم الصيف. وهذا البنات كندير 30 اورو خديتو ثمانية. ندوزو للميزان خديت راسي انا، اول حاجه هو التسروال ديال الكتمان البنات، من النوع اللي كيعجبني شي مرات السراول ولا الحوايج الجينيرال يكون فيهم شي ستيل مختلف ولكن في نفس الوقت يبقى في سيمبل، يعني ما يكونش شي مختلف وشي حاجه خارجه من هنا ومقطعه من هنا، لا يكون مختلف ولكن يبقى يبان سامبل ومريح في الشوفه. المهم بالنسبه لي انا تنهضر يعني مثلا نشوفو ونرتاح ملي نلبسو، وبالي هاد السروال ديال الكتمة بعد اول حاجه قصتو ديالو واللون ديالو كما كتعرفوا انا كيعجبوني هاد التوناليتي هادو ديال القهوي الباج وداكشي، قصتو شفت اللون قلت يا ربي يجي قدي، واخا ما شفتش الفورمه ديالو مي ملي شفت الفورمه ديالو قلت صافي هذا خصني ضروري نديه وكنتمنى يجي قدي. المهم فيكم البنات شويه ستيل، المهم كيجي بحال هكا عادي مي كيجي من هنايا كيبقى غادي، داروا لي ديك التنيه بحال لي عريض بحال هكا حتى كيقرب لتحت، وداروا لي هاد الخياطه من هنايا اللي كتجي بحال هكا بحال الشكل ديال السراول اللي كيديروه هما ديال التوب كلاس. المهم في اللبسه كيجي واعر البنات مستيلو، في نفس الوقت راك لابسه شي حاجه سبور غزال. اما التوب ديالو راه قلت لكم شي حاجه واعره من داك النوع ديال الكتمات اللي صبن ورد، اللي انا يعني هاد التوب كان كيصدق ليا يعني كيكون شي حاجه كاليتي مزيانه صبن ورد ما كيخسرش ما كيتحبب ما حتى شي حاجه، وكنتمنى يكون هذا يعني نفس الاحساس ديالي. وهذا البنات خديته كندير 30 نقصوا لي داروا لي 13 نقصوا داروا لي 20 ودابا داروا لي 10. وخديت انا البنات طايه الي، والطايه الي كتجي بحال اكس اكس ال لانه هي اخر طايه اللي عندهم في هذا الستيل، مي جاتني بحال الشكل كما قلت لكم ديال اكس اكس ال جا واعر. وخديت هذا السروال صراحه كما قلت لكم انا باش كنمشي في الاوفر تاع زارا اغلبيه كنمشي حسب السراول، لانه السراول ديال زارا هما اللي كنلقى الطايه ديالي اللي كتجيني هي هذه، وفي نفس الوقت كنلقى العرض اللي انا بغيت. المحلات الاخرين مثلا ستراتي فاريوس داكشي اكس اكس ال ديالهم شي مره تجيني بحال اكس ال بحال ال، المهم ما كتجينيش كتجيني صغيره قليل فاش كنلقى تا هما عندهم. زرا هي كنمشي عندهم ديما باش ناخذ سراول،
وكما كتعرفوا هاد العام خرجوا الاوفر سايز، وانا بغيت صراحه الله يكون عندي جميع الالوان منهم مريحين، كيجيو كلاس في اللبسه، تقدر تلبسهم سبورت، تقدر تلبسهم كيما بغيتو، وحنا كمحجبات يعني كيكونوا مريحين لنا لانهم طوال، يعني لدرجه انهم كيخطروا لك حتى الرجل ما كتبان حتى شي حاجه. وماكرهش يكون عندي صراحه الله نلقى واحد الكوليكسيون من هاد السراول هادو، ونبدا نقسم ديك النوع الاخر ديال السراول. هذا البنات خديته ب كان ديال 30 اورو، خديته انا ب 8. مي المشكله هذا مع ماشي اللي كيجيو طالعين، ما رديتش البال من هاد الناحيه اللي كيجيو قصارين، ما جاش قدي، واصلا جاني مزير واخا 46 جاني صغير، ما عرفتش كيفاش 46 ديال زارا كتجيني هي هذيك، مي جاني صغير، مي الكاليتي ديالو واعره، وكما قلت لكم ستيلي حمقني بصراحه ما جاش قدي. وخديت هذا بحال يمكن اللي كنت فايت ليا خديت من عندهم، ما خديتوش في لي صوت، كنت خديته ب 30 اورو. هذا البنات خديته 8 اورو، وخديت تخيلوا خديت هذا 44، وهذا جاني هو هذاك، مي جاني شويه كبير من السنطه، غير من السنطه من ناحيه السروال كسروال، جاني هو هذاك مريح في اللبسه وكل شيء، السنطه جاتني شويه عريضه مي ماشي مشكل، والثوب ديالو واعر حسن من الكحل. هذا بعدا كان عندي الزهر وجا قدي واعر. شوفوا البنات هذا بحال اللي قلتو جين زرق مايل على الزروقه، واللي عندي جين نيت نفس اللون غير هو مايل على الخضوريه. مي صراحه كما قلت لكم هذا السيف كيحمق في اللبسه والله البنات، راه حاط لكم واحد الصوره كنت لابسه نفس هذا كما قلت لكم مايل الخضوره شويه، واعرين ومريحين كما قلت لكم مع فضفاضي كيجيو زوينين في اللبسه. سبرينتر كما كتعرفوا هذا المحل كيبيع الحوايج ديال السبور وداكشي. بالنسبه للبنات السبرينتر عرفتو حتى اخر لحظه ما كنتش غادي ندخل، كنت غادي ندخل واحد المحل كان تابع زارا، مي لقيتو سدوه وانا قلت غادي ندخل سبرينتر نشوف واش نلقى، لحقاش تفكرت خديت البنات واحد الصنيدلات العام اللي فات وصقوا لي زوينين حتى ما جيت مناسب، وقلت اجي ندخل سبرينتر ونشوف واش لقاو لي ثاني شي حاجه. بالنسبه للسبرينتر البنات راه ولاو كيجيبوا يعني حوايج سبور، كاين عندهم حتى شي حاجه يعني واخا ماشي سبور بحال مثلا الصنيدلات هادو، عرفتوا جايبينهم جميع الالوان، كل عام تيجيبوا شي نوع وشكل، مثلا العام اللي فات كانوا جابوا ديال البوربورينا وشي نوع اخرين، هذا العام كاينين شي موديلات اخرين. انا خديت هذه لبنتي الصغيره ديال ميني، شوفوا شحال زوينه البنات راه لبساتها حتى هي، لحقاش كانت صراحه الله محتاجه الصنادله هكا ديال الصيف. كما قلت لكم العام ديال العام اللي فات جاوهم صغارين صغاروا عليهم، لهذا اضطريت نبدلهم اليوم، وهذو تيجيو مريحين نهار على نهار، الجرده يلعبوا ويتمشوا نخرجوا يتمشاو مريحين زاهلين في اللبسه. هذا ما بقيتش عقلت شحال الثمن كان، مي خديتها ليها ب 13 اورو 12.99. وبنتي الكبيره خديت لها هذه، اللي هذه البنات كانت دايره يمكن في الثمن ديال دي ما كانش، هذه ما عرفتش شحال كانت دايره، خديتها لها ب 10 اورو. شوفوا البنات شحال زوينه وصيفيه مريحه في اللبسه، وب 10 اورو راه الثمن جد مناسب. هذا النوع ديال السويتات صراحه الله ما تاخذهم اليوم هكا باش الثمن مناسب دوزو بهم الصيف، لانه كيكبروا وغادي تبدلهم غادي تبدلهم، لهذا الله ما تاخذهم باش الثمن مناسب، تكرفسوا ما تكرفسوش، المهم دوزو بهم الصيف والله يعاون الثمن جد مناسب. وكما قلت لكم هادو راه مريح ديال سبرينتر زوينين. بغيتو قرايه دابا المدرسه هادي الوقت باش تاخذوهم، سيروا سبرينتر البنات ولا شي محل ديال السبور وشوفوا تيكونوا دايرين لهم تخفيض ثمن زوين، يعني نورمالمون انت هادي كان دايره 8 اورو دابا داروا لها 4 اورو، ثمن زوين. وهادي خديتها غير بنتي الصغيره صراحه الله على العام اللي فات يمكن لها ما كنتش خديت لهم، كنت خديت لهم شي 6 القرعات كيهرسوهم، هادو مصعب باش يتهرسوا لانه فيهم هذا صعيب باش يتهرس، كيتجبدي بحال هكا وتشربوا ولي يحلو ويشربوا بحال هكا عادي. وقلت ناخذ البنتي مع بنتي الاخرى، كنت واخده لها جوج من امازون كبار، لهذا ما نضطرش نشري لها، خليت حيدت عليا بعدا هذه ديال بنتي الصغير. وصافي حبيباتي هادو هما مشترياتي الاخيره من التخفيضات ديال الصيف، كما قلت لكم سبق لي مشيت خديت شي سراول داكشي ديال لولا من ان شي ام اي، مابقيتش عقلت شنو كنت خديت، المهم خدينا شي حاجات صافي استعملناها وما عطاناش الوقت نوريهم لكم. قولوا لي علاش يعني عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، نبقى نوريكم مشترياتي زين شري هنايا ماشي اونلاين، شجعتوني يعني ودرتوا لي لايك، نعرف انه عجبكم الفيديو اكيد غنبقى نشارك معكم. مؤخرا درت واحد بغيت كنقول ما غنقولش حاجه كنقول هول، درت واحد البيديدو من سيفورا يعني اونلاين، انا سيفورا بعيده علينا، الا بغيتو نوريكم شنو شريت مؤخرا ومع جربت شي حاجه من داكشي ونقول لكم التجربه ديالي. الا بغيتو كما قلت لكم بغي نعرف رايكم في الفيديو من خلال لي لايك، شفت كيعجبكم هذا المحتوى نبقى كما شحال هذا نشارك معكم، سينو صافي نبقاو مره شاين مره فلوق وصافي مره ميكون عندي شويه الوقت. يلا بوسه كبيره، تهلاو ليا فراسكم، حنا نتلاقاو فيديو ماجيك ان شاء الله، السلام عليكم.